إذا توضأت أو استكت بالسواك يخرج من لثة دم ولا ينقطع هذا الدم إلا إذا بالغت وكررت في المضمضة أكثر من 3 مرات. فإذا كنت صائما فهل علي شيء في ذلك؟ تتهل الدم بلا مضمضة، تتهله حتى ينقطع، أو بلازم المضمضة، تمضمض 3 مرات، فإذا ظهر دم تتفله، ظهر تتفله ثاني، وهكذا حتى ينقطع. نعم، الماء ربما يزيده. نعم.